هل ترضين هذا لنفسك يا عاشق؟ يا عاشق يا عاشق يا عاشق يا عاشق يا محب بالجنون، يا من أحبت بالجنون، عشقت وتمركزت وعطلت وشوهت الجمال، وشوهت الجمال، وشوهت الجمال، دمرت دمرت الحياة وعطلت الزواج، وعطلت الزواج والخطوبة، حتى أنها تجعلت مسودة في وجهه لكي لا يتزوج أبدا. أهكذا وصل ظلمك وجرمك يا عاشق؟ جعلت ماله يذهب عند الأطباء من عيادة إلى عيادة ومن طبيب إلى طبيب ومن فحص إلى فحوصات ومن غرر إلى أمراض ومن ضيق في صدر وألم في المعدة والاقتراب من الموت. أهكذا وصل ظلمك؟ أهكذا وصل جرمك؟ ما هذا يا جنية؟ الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة وخلقنا للطاعة وليس للظلم أبدا. قال ربي جل في علاه: وما أنا بظلام للعبيد. تحسدين على جماله وأخلاقه وماله ورزقه وبره بأمه وبره بأمه. أما تتوبي إلى الله؟ توبي إلى الله واعلمي أن الله عز وجل قال: وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله عز وجل يغفر الذنوب، فكيف لمن البشر وللجن أن يعصي الله غفار الذنوب؟ تحسدون وتتمركزون، تحسدون الإنسان على نعمة أعطاها الله له، تحسدون الإنسان على نعمة أعطاها الله له. الإنسان يعمل بجد وكد حتى يتوفى له نعم من الله عز وجل، وأنتم وهذه خصر موجودة حتى في الإنس. الإنسان حينما يرى من أخيه شيئا يجب عليه أن يقول: تبارك الرحمن، إذا رأيت من أخيك شيئا يعجبك فلتبارك له، وإذا رأيت من أولادك شيئا يعجبك أو ذويك يعجبك فقل ما شاء الله، حتى لا تصيب الإنسان بالعين والحسد والحقد والغل. خصر في الجن وخصر في الإنس متشابهة. الإنسان يحسد أخاه على نعمة أعطاه الله له ورزق أعطاه الله، والذي يعطيه هو الله، وليس الإنسان نخلا في شيء يعطيه الله عز وجل للعبد. الرزاق هو الله، الرزاق هو الله، الرزاق هو الله، الرزاق هو الله عز وجل، الرزاق هو الله، المعطي هو الله،
ليس الإنسان يعطي أخاه شيئا، الإنسان يعطي بالأسباب ورب الأسباب يقدر الأسباب. وكذلك في الجن خصال متشابهة، خصال متشابهة في الإنس والجان، في القلب مضغة، في القلب مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. فيا جان لا تحسد أخاك، ويا إنسان لا تحسد أخاك، فالله هو الذي أعطاك. فإذا أعطاك الله فأعطي لله وأنفق لله وتوكل على الله وتمشى في الأرض، ولا تمشي في الأرض مراحا، ولا تمشي في الأرض مراحا، ولا تغمض من صوتك واخفض بصرك وتوكل على الله وتب إليه واعمل بالأسباب والشافي هو الله. واعمل بالأسباب والشافي هو رب العالمين. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس آتاهم الله الله يعطي من لمن يشاء، الله يعطي من فضله لمن يشاء، الله يعطي من فضله لمن يشاء. والإنسان حينما يرى الإنسان في نعمة وازداد شيئا يبغضه ويكرهه، بل يقبل عليه حتى السلام. والسلام من الله، والسلام هو الله. فيا جنية يا جنية يا جنية توبي إلى الله، توبي إلى الله، توبي إلى الله، واعلمي أن هذا